أهلا بكم. ملفات عدة تفرض نفسها على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي سيتم من خلالها رسم ملامح التنمية والاستقرار ومتطلبات مواصلة جهود بناء الجمهورية الجديدة، فيما تأتي الملفات الاقتصادية على رأس الأولويات. سيكون على الحكومة الجديدة تبني سياسات اقتصادية تساعد في تجنب التأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، منها العدوان على غزة والدولية خاصة أوكرانيا، والتي أضرت بشدة بسلاسل التوريد وتسببت في ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار. لعل تلك الأزمات تضع التركيز على بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق في صدارة ملفات عمل الحكومة جنبا إلى جنب مع مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. كما يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية. على الصعيد المالي، فهناك ملف مهم يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن الذي بدأته الحكومة السابقة. وبشأن القطاع الخاص، يأتي ملف استهداف مضاعفة نمو هذا القطاع على رأس أولويات الحكومة الجديدة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التصدير. إحدى الأولويات أيضا مواصلة الحكومة الجديدة دفعتها القوية للصناعة من خلال التسهيلات والتشريعات القانونية مثل الرخص الذهبية وغيرها من الإجراءات التي تسهل وتيسر حركة الاستثمار. تأتي فرص العمل المنبثقة من تعزيز الحكومة لدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار فيها من خلال طرح المزيد من المبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية، مع تقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لأهم وأبرز الملفات الاقتصادية التي تأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.